معكم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدات والسادة الحضور الكريم، بشرني الآن زملائي في المكتب بأن الآن في هذه اللحظة حكومة بلدي وتنفيذا وانصياعا للضغط السعودي قد أصدرت مذكرتي اعتقال وأبلغت فيهم الانتربول الدولي. هذا بس للعلم، وهذا طبعا متوقع. على مدى يومين باعتقالي، ولكن تنفيذا لأحكام غيابية ولا أساس لها وغير مسبوقة من حكومة بلدي في دولة الكويت، ولكن سنتعامل معها وفقا للقانون إن شاء الله. حقيقة على مدى يومين في هذه القاعة وفي هذا الاجتماع المبارك استمعنا إلى أطروحات وأوراق رائعة من أروع ما قدم منذ تصدينا للدفاع عن الشعب اليمني المظلوم. وهذه حقيقة أوراق من شخصيات، يعني أستاذي الدكتور الهلباوي وقبل البروفيسور يان، وكل الأوراق ومن كل الشخصيات اللي حضرت من كافة الدول اللي تجاوزت 23 دولة تداعت لنصرة الحق، لنصرة الشعب اليمني المظلوم. مداخلاتكم مداخلات رائعة، تأييد مباركة قمم قومية سياسية حقوقية عربية ودولية تصلنا تبدي ارتياح ودعمها وتأييدها لهذا المؤتمر. حقيقة الكوكبة الشباب اللي على يميني وعلى شمالي ومن ظهر منهم الأمس لليوم، الأخ أحمد المؤيد، الدكتورة كيم، والجنود المجهولين، لا أريد أن أستمر، هؤلاء هم النماذج اليمنية، هذا الشعب الجبار اللي بالأمس بخطوة ذكية جينا نحن وهذا الإعداد الرائع لهذا المؤتمر، والملايين تحتشد في العاصمة صنعاء في ميدان 70، 24 غارة من الطيران السعودي اللي يشن عدوان همجي بربري بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وكل ما عناه القانون الدولي وكل المواثيق والإعلان العالمي وميثاق الأمم المتحدة في وصفه للعدوان الوحشي البربري، اليوم نراه يرتكب بحق الشعب اليمني الأعزل المظلوم، لا لسبب إلا أنه يريد أن يعيش على أرضه بعزة وكرامة ويكون سيد قراره، ليس إلا السعودية و بافتراء علني وظاهر، ولا أريد أن أكرر اتفاقنا في هذه القاعة، ولم يختلف أحد على أي طرح من الأمس إلى اليوم على أن هذه الدولة الدكتاتورية التي صنعت لتدمير الإنسانية ومن ثم أمتين العربية والإسلامية، لأنها يعني هي جزء منا شئنا أم أبينا. اليوم عندما نجتمع ونكون شهودا على
إعلان الشعب اليمني ممارسته لحقه في تقرير مصيره يوم أمس. لماذا اجتمع الشعب اليمني أمس؟ يريد أن يوصل لنا ويضع الأمانة في أعناقنا من أنكم في بريطانيا وفي المؤتمر الدولي ويا نخبة العالم في مجتمعاتكم الأوروبية وفي أمريكتين اللاتينية وأمريكا الشمالية وفي أوروبا قاطبة وفي العالمين العربيين العربي والإسلامي، اشهدوا من أن كل ما تم من إجراءات في تشكيل المجلس الرئاسي الأعلى وصحة انعقاد برلماننا اليمني ونيل المجلس الرئاسي الأعلى الثقة من البرلمان الذي يمثلنا حق تمثيل، نقره ونقرر مصيرنا كشعب كأمة ونحن مصدر السلطات. إذن تحركنا وفقا لآلياتنا الدستورية ووفقا للمواثيق الدولية واحتشدنا بالملايين والطائرات تقصف من حولنا ولم يرف جفننا، لأننا نريد أن نوصل لكم الرسالة. كيف؟ لأن يعلمون تماما ولله الحمد نعمل مع المظلومين في كل الدول اللي تفضل الدكتور محمد الوزير رئيس الجلسة وسماها والثلاث أنعام بالجميع، ولكن الشعب اليمني أثبت لنا من بداية الحراك لنصرة الشعب المظلوم في جنيف في بروكسل في لندن وفي بيروت وفي كل الدول اللي نراهم يحملون قضية شعبهم إنهم يعرفون تماما كيف يتحركون حقوقيا وكيف يستخدمون القوانين القانون الإنساني الدولي والميثاق والإعلان العالمي والعهدين الدوليين في تأطير حراكهم، لأنهم على الحق وكلهم ثقة. المادة 1 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية اللي عمل بموجبها الشعب اليمني يوم أمس تقول تمتلك الشعوب حق تقرير مصيرها وبمقتضى هذا الحق تحدد مراكزها وحريتها وتلزم الآخرين كما نحن اليوم في هذا المؤتمر. تلزمنا بماذا؟ تلقي علينا، غير أن احنا أصبحنا شهودا وشفنا بعيننا كما العالم كله شاف ملايين تحتشد لتوصل رسالة للعالم بأن ما يتم هو مبارك من عندنا كشعب ونحن مصدر الأمة وهذه سلطتنا الرئاسية التي تمثلنا. وقع علينا العبء بالالتزام كوننا في هذه المنظومة البشرية، والميثاق والإعلان العالمي صدر بناء على اتفاق الشعوب وليس الحكومات. ارجعوا لديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 وهو ينص بأن الشعوب اتفقت، وبالتالي احتراما لهذا علينا مع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية أن نعزز تحقيق حق تقرير المصير للشعب اليمني الذي أعلنه يوم أمس، وعلينا دول وشعوب أن نحترم هذا الحق وفقا
لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. هنا أصبح هذا الحق المكفول للشعب اليمني مثله مثل بقية الشعوب دون تفرقة أو تجزئة، ودون النظر إلى هذا الحق بمعايير مزدوجة. وبالتالي المجتمع الإنساني من عام 45 وهو يطور من آلياته في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويستند على وثيقتين، يستند على ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945، وعلى الإعلان العالمي اللي نوهت له صادر في عام 1948. والسعودية هذه الدولة الدكتاتورية موقعة على هذا، وبالرغم من هذا كله هي مصدقة على قوانين الحرب اللي حرمتها جميعا، وبالرغم من هذا هي قامت بالعدوان الوحشي البربري على اليمن. وفصل كل من سبقني من الأخوة تفصيلا في هذا الأمر. أمس واليوم تبينون بعد ما يزيد عن 500 يوم من العدوان الوحشي البربري السعودي على اليمن. والإحصائيات الدكتور محمد الوزير مبارح تطرق لها، واليوم وكل من سبقني، كلها توثق الحرب العدوانية على اليمن. جريمة الإبادة للجنس البشري عن طريق التدمير الواسع وعمليات القتل والقصف للمدنيين ومخازن السلع الغذائية والمستشفيات والعيادات الطبية والبنى التحتية ومرافق تخزين المياه، وهكذا جرائم الحرب في انتهاك حقوق المدنيين في أوقات الحرب. شفتوا أطفال، نساء، شفتوا كيف الإنسان المدني انتهكت حقوقه، حتى لو قلنا إن والله هم حاولوا أن يشرعنوا هذه الحرب. جرائم ضد الإنسانية بأشكالها ولا حصر لها، تدمير الممتلكات وحضارة آلاف السنين سردوا اليوم الأخوة الأفاضل وبينوا مفصلا. بعد أن فشلوا في محاولاتهم لشرعنة من سمي زورا كرئيس شرعي لليمن عندما بدأت السعودية بعدوانها اللي سبق أن تنحى في تشرين الثاني 2014 بعد جولة من المفاوضات وتشكيل حكومة كان يرأسها بحاء في ذلك الوقت، وبعد قيام هادي برفض اتفاقية الشراكة والسلام اللي اتفق عليها رسميا من قبل الأطراف المعنية في كانون 2015، وغادر صنعاء إلى عدن في 12 شباط 2015، ثم إلى أسيادة، ثم إلى المعتدين المجرمين الدكتاتوريين في السعودية في 26 آذار 2015. وهذا يؤكد عدم امتلاك هادي لأي صفة قانونية أو دستورية حتى بالتالي يستغل لشرعنة الحرب على بلده وعلى أهله ويطلب مؤازرة مسلحة وليشن عدوان وحشي بربري. وهذا متروك للتاريخ وللشعب اليمني يتصدون له، وخاصة إن اليوم أصبحت لديهم هيئة رئاسة شرعية وتكتمل الآن مؤسسات الدولة اللي استمدت سلطتها الشرعية من الحشد المليوني الذي تم. والشعب كما يعرف كل العالم، كما تعرف كل الدساتير، طبعا انتم تقولون دساتير السعودية يسمعون في الدستور وما ما يعرفون معنى الدستور او الكونستيوشنال.
وأنا أثمن ما تفضل فيه أستاذي الدكتور الهلباوي أن ناشد الشعب السعودي. أين أنتم؟ والله إنكم أشقاء، والله أنتم أول المظلومين، حقكم علينا أن نناصركم يا رازحين تحت احتلال هذه الأسرة اللي زرعت في منطقتنا وجثمت على صدوركم. فشكرا للدكتور وأثني على هذه الدعوة. حرام، كفى توحش ينبع من أرضكم، هذه الأرض المباركة، هذه أرض الحرمين. حرام أن تصدر كل الجماعات الإرهابية دون استثناء من خلال فكر وهابي هو وراء كل هذه الجماعات. ما أعتقد الآن في أحد يختلف معنا، الأمور أصبحت واضحة. زمان كان المفكرين وكان الأخوة في المعارضة العربية والسعودية تحديدا يحاولوا يظهروها للعالم، العالم كان مشوش. الآن بعد التوحش هذا وخلع جلباب الحياة لا يختلف اثنان على هذا. إذن علينا جميعا ابتداء من اخواننا في السعودية ان نرفض هذا الواقع. هذه أسرة اليوم وجودها عبء على البشرية. تفضلوا، نائب في البرلمان الكويتي، الكويت نموذج للديمقراطية في الخليج مع كل تقديري واحترامي، يلاحق اليوم بأحكام ستصل إلى ما يزيد على 100 عام. لماذا؟ لأنه هنا في المؤتمر ومؤتمرات أخرى يناصر حقوق المظلومين في أي بقعة مظلمة، وخاصة اليوم عندما تبحث في كل انتهاكات حقوق الإنسان السعودية وراء. وبالتالي هل معقول أننا لا نسمي المسميات بأسمائها؟ ونحن أحرار، نحن مؤتمنون، نحن حقوقيون دوليون، ولدينا إعلان عالمي لحماية حقوقنا صادر في عام 1998. يلاحقونك لأنك خليجي، منظومة دول مجلس التعاون. طيب، منظومة دول مجلس التعاون لنتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، لأننا منظومة تعاون لكن بالأخير في حساب عند الله سبحانه وتعالى، ثم في حساب المجتمع الإنساني سيحاسبنا إن لم نتبرع. ولله الحمد كان لي الشرف أن وقفت في البرلمان الكويتي وحيدا منفردا، قلت اللهم أني أبرأ إليك من هذا العدوان الذي يشن على اليمن، إضافة إلى أنه عدوان غير دستوري ليسجل تاريخ دولة الكويت حتى بعد عقود وإحنا بين يدي الخالق، إلا أن لا يحاسب أحد من الشعب الكويتي على أن قبل عقود كانت هناك موافقة وكان هناك صمت دون أن نعرض على مجلس الأمة وذهبنا للقتال والاعتداء في اليمن. لا، يشهد الله أننا تبرأنا من هذا العدوان. عليكم يا أهلنا المظلومين في اليمن، ووالله عهدا علينا، سنستمر في نصرتكم ونصرة كل مظلومي البحرين وكل مظلومي العراق وسوريا وليبيا وكل أصقاع أمتنا في مواجهة المشروع الذي يستهدف أمتينا العربية والإسلامية. إذن من الواجب على الكافة احترام حق تقرير المصير الذي قرره يوم أمس الشعب اليمني، وعلى المجتمع الدولي
ومنظمات الأمم المتحدة الرسمية والأهلية والدول الأعضاء دعم هذا الحق، كما يجب أن نلاحق ونستمر. وأبشرك بأن ما سيتمخض عن هذا المؤتمر بعد إذن الأخوة الأفاضل اليمنيين صرفاً المنظمين لهذا ووجودنا احنا وياكم دعما وايمانا بما يجب علينا كبشر في المنظومة البشرية وكحقوقيين وكنخب ومثقفين ان ندعمهم، عملهم خالص الانجاز يحسب لهم وباذن الله يجدون في ميزان حسناتهم واعمالهم، والشعب اليمني يسجل لابنائه هذا ولن ينسى مواقفكم. سوف نستثمر كل ورقة طرحت بعد إذن الأخوة، ما طرح أكثر من رائع وسوف نستخدمه. والدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان قادمة للفترة من 12 سبتمبر إلى نهاية شهر سبتمبر، سنستخدم كل ما طرح وما سيتلى من بيان ختامي ووثيقة لندن الآن، وسنتابع وهو التزام علينا أخلاقي ومهني، وبالتالي نطالب باتخاذ كافة الإجراءات. وهذا ما نتمنى على الأخوة الأفاضل في اللجنة المنظمة تضمين بيانهم ووثيقة هذا المؤتمر في لندن لاتخاذ كافة الإجراءات لوقف العدوان السعودي الوحشي البربري وإنقاذ اليمن وشعبه وتحميل السعودية المسؤولية القانونية الجزائية والمدنية بدفع التعويضات الجابرة للضرر وفقا وعملا باتفاقية جنيف 1949 وملاحقة المتسببين سواء من خلال لجنة أممية، لجنة تحقيق، أو اليوم تملك هيئة الرئاسة ومؤسسات اليمن وبرلمانه، وإن شاء الله خلال أيام تستكمل بالحكومة أيضا، وبالتالي من حقهم أن تكون لهم اللجنة الوطنية للتفتيش والبحث ومتابعة والتحقيق، وهذا شأن متروك لهم. في الختام اسمحوا لي أن أوجه تحية، وكلكم توافقوني عندما أسمي الشعب اليمني بالشعب الجبار. والله إنه شعب جبار، والله وتحدوا العالم. هل هناك من شعب اجتمع في ساحة بالملايين في زمن الحرب والطائرات على رأسه ب24 غارة ولا يجف له ولا يرف له جفن ويصر على أن يوصل رسالته إلينا؟ فيستحق هذه التحية لأنه اختار تقرير مصيره بالوسائل الدستورية المشروعة، لأنه صعب المراس، إرادته صلبة، عزيمته لا تلين، وأنهى كل لغط. لا يفكر أحد بعد اليوم إن هناك من ذرة يستطيع التعلق فيها، وأن والله هناك لهذه شرعية. انتهى هذا الفيلم وهذه الصفحة، الشعب اليمني يوم أمس طواها. وشكرا واسمحوا لي للإطالة، والسلام عليكم.